عاوزين مني ايه؟ تروح لابوكو وتقول له ما عايزش اروح الجامعه الامريكيه. بس انا عاوز اروح. مش معنى انت؟ انا قلت له هو وافق. واحنا مش موافقين. ليه؟ مسجنا كده. تروح وتقول له ما عايزش اروح وخليني هنا. بس انا عاوز اروح. مرعي ما تلويش معانا في الكلام. انت هتضربني ولا ايه؟ وكسر راسك. موتوا خيري؟ لا تعور. بس انا ما اقدرش ارجع لابويا وكده. هنفضل واقفين. تعالوا نشوف دكتور حماد. اقعد معاه. مرعي مرعي مرعي. الصوت ده الاحسن يكون المسحور هيجي على ريحه الدم. حاجة تحرق قلبك كانت حرقتك على مرعي، وأنا كنت متأكدة إنك عملت حاجة في أحمد. موتته، طفشته، ولقيت الفرصة قدامي، كتفته وحطيت عليه حجر ورميته في المصرف. تعور يظهر فاق وروح. سلام. انت اخوك فين يا حماد؟ خدوا المسحور وشفته بعينه وهو بيضرب رجليه في الميه، وعرفت انه عايزه طرت. هم اللي موتوه، وانا فضلت ازرع الشك جواك زي ما انت زرعت المرار جواي بعد ما طفشت جوزي. خسارة نجس ايدي بدمك الزفر.
هنا انت وسط صنفك، انت ضبع على ديب على كلب على قاف على عقرب. وسط صنفك يا يرحموك ويموتوك، يا كل واحد منهم هياكل حتة من روحك انت وحظك. الو يا كامل، عندك؟ ربنا كتب له عمر جديد، لولا اني كنت اصلي الفجر في الجزيره وشفت حاجه هتتهز كان راح. الحمد لله ربنا رحمته واسعه، وانت مبروك يا ولدي. طلعت من بطنه ميه تروي غيط، فاق دقيقه وبعدها راح في النوم من تاني. يسيبه يقوم على ماله. تعال تعال استريح يا ابوي، شكلك تعبان قوي. اعمل لك فطار يا حاج؟ لا شكرا، ما تعبيش نفسك. اتعب لأعز منك يا حاج. طلع امك ومرتك فوق يا كامل. حاضر يا ابوي. اطلعي فوق يا اما انت ومنيره عشان ابوي يرتاح. يطلع هو فوق يرتاح وينام على السرير. استغفر الله العظيم. اطلعي فوق يا اما اعملي معروف.